حكايتي معاك حكاية طفل صغير جار عليه زمان وتعنت، حكاية وليد كل ما ضاقت به الدنيا بعد ربي عليك عمل، لقاك واقفة صابرة تحاذي وتكبر. حكايتي معاك بدت نهار اللي حليت عينيا وعليك وعيت، عاد كل ما كبرت فهمت شنية معناها محبة من غير حساب، وكي زادت بيا الأيام وليت بو وفهمت شوية شنية معنى اثنين. عاد أنا حبيت اليوم نجيبك قدام الناس الكل ونقول لك عيشك على سنين من العطاء، حبيت نشكرك رغم إنه كلامي ما يوفيش حقك، أما ميسالش على الأقل خلي نقول لك خيرك سابق. البطل التونسي والرياضي والنجم علي الزيتوني واللي اليوم حاب يجي يقول لك انت لبارك خيرك سابق، واللي هي متاثره برشا وانا نجم نفهم. الى حضني امي يحن فؤادي، الى حضني امي يحن فؤادي، اني لبساتني للمطر. ربي فضلها يا علي وربي فضلك لمبارك. كل حاجة اللي نعملوها علي برشا تأثر وانا نفهم الحقيقة لمبارك بحليك ويعيشك اللي انت جيت، وعلي انت يعطيك الصحة وبركة الله فيك اللي انت بحلينا اليوم. بركة الله فيكم، تعبت علينا بالحق. علاش الدموع ساعة ذو؟ تعبت وقت أبوه ما يجيش، ما روحش الغادي وهم صغار نزلوا يقرأوا الزسورة هذه وأختي. كما قلت لك تعبت علينا بالكدي بالكدي، خاطر ماهم بابا بعيد علينا أنا وأختي صغار كنزة اللي حتى هي بالحق وقفت معنا بالكدي بالكدي، أنا أكبر مني كنزة، كنا قراب لبعضنا أكثر. أمي خدمت الزربية باش تشرينا باش القراية باش توكلنا باش تشربنا. عمي زيد الله يرحمه اللي من عمل عم ما حتى ابوه ما عملاش. شو اكثر حاجه تتذكرها على عمك علي؟ كل شيء. اكثر حاجه تذكرني في عمي اللي هو اللي غرمني بالكوره بالحق. بالحق هو اللي كف معايا بالكدا كف معايا، و يمكن عنده جانب كبير برشا اللي انا وصلت فيه اللي هو عمي، معنا قد ما عملت له وقد ما وقفت معه وقد ما اي حاجه يطلبها حق له يتسمى ما عملت حتى شيء قدام هو قدام اللي عمله. يمكن عمي هو سبب من الاسباب اللي تلمش منا وجيت مع امي واخواتي البابا في تونس، و ما نساوش العائله كل وقفه معنا، كماماتي كعمومتي وقفوا معي بالكدا، اخوالي زاده انا كنا عرش واحد وكنا فاميليا واحده، فاميليه الزيتوني كنا فاميليا واحده. الحاجه اللي بالحق امي طابت علينا وخدمت ومش توكلنا وصارت معنا نسيب نعاون سلفي مش سلاف ما يقعدش كل عليهم زربيا خيرها سابق علينا. نمشي نهز من قد ما نعمل ما نجمش نرجع لها اللي قد ما تعمل ما تنجمش. وانا نعرف اللي هي المده اللي فاتت عديت بوقت صعيب شويه. ايه انت هكا زرتك شده شويه هكا ولا ايه؟ عملت عمليه. عملت عمليه وظهر لي زاد علي تعديت لك مده صعيبه برشا وتاثرت برشا المده اللي فاتت. تعديت لي مده وبحكم الحمد لله الحاجه اللي فرحت لها لي انا البريود نتاعها وقت اللي تقلقت هي انا كنت موجود في تونس. دونك فرحت على الاقل انت موجود. فرحت على الاقل اللي انا موجود. بون عندها زاده حبيت نقول لها اللي عندها
زوز احفاد معناها دارين ولارين اللي هم كل يوم يسالوا عليا. ربي يفضلهم. مرتي زاد وقفت معايا وقريبت لها. امي الحاجه الباهيه اللي حبت مرتي وتحب مرتي وماذا بيها ماذا بينا نجيو لتونس. نجيو لتونس وتقعدوا بحذايا هكا ولا قد ما شفت فيها قد ما شفت فيها نقول لها نمشيو للجيبه جيبه حذايا تقول لي تحب تهزها معاك لتركيا؟ اي تحب تهزها لتركيا ما تحبش.